الموضوع اللي يأخذ هذا المؤتمر كعنوان رئيسي وهو الجوانب الأكاديمية في الهندسة المعمارية مهم لنا نحن في وزارة التعليم العالي بالذات، لأنه سيساعدنا على تحسين معايير الاعتماد، على تحسين يعني عملية مدخلات الهندسة المعمارية في الجامعات ومخرجاتها. نأمل أن يخرج هذا الأسبوع وهذا النشاط بتوصيات تنعكس إيجابا على المهندس الأردني، خاصة وأن هنالك مشاركة عربية ودولية في هذا الأسبوع. نأمل له النجاح والتوفيق، وللمهندس الأردني دائما الاطلاع على كل الخبرات العالمية. توصلنا مع الشعب المعمارية على مجموعة من الإشكاليات اللي موجودة في التعليم المعماري، وقررنا أنه يكون السنة غير عن السنوات السابقة الأسبوع المعماري، أن يعتمد على الطلبة وعلى النقاش. في عنا 19 جامعة بتدرس الهندسة المعمارية في الأردن، وصار في حديث كتير على تطوير الخطط، وإحنا شفنا في نقابة المهندسين أنه لازم يكون في لنا دور في أنه نفتح مجال الحوار. نتوقع أنه نلاقي استراتيجيات جديدة، نلاقي خطط جديدة عشان نحسن التدريس بالأردن.